ما كانش المفروض ولا المتوقع من التلسكوب الفضائي العجيب جيمس واب انه يقدر يرصد الجرب السماوي اللي هنتكلم عنه النهاردة في ابعد نقطة في الفجر الكوني. قدر تلسكوب جيمس واب من ايام قليلة انه يرصد ضوء النجوم البعيدة في مجرات مبكرة مع ضوء الجرم السماوي بطل حلقتنا النهاردة. فريق من معهد ماساتشوستس بامريكا قدر يبتكر برمجية رهيبة عالج من خلال ملايين البيانات اللي جاية من تلسكوب جيمس واب في رصده لست اجرام فلكية عجيبة. اللغز اللي محير العلماء خلال الشهور القليلة الماضية لغز الثقوب السوداء فائقة الكتلة اللي موجودة في الكون المبكر. ازاي الثقوب السوداء دي فائقة الحجم قدرت توصل لأحجامها الكبيرة وكتلتها الفائقة في زمن قليل جدا بعد لحظة الانفجار العظيم؟ اهلا بيكم. قدم تلسكوب جيمس واب لينا خلال السنتين اللي فاتوا اقوى صورة للكون المبكر، غير تفكيرنا تماما عن الاحداث اللي كنا بنعتقد انها بتحصل هناك في المجرات البعيدة. وقدر فريق بحثي من معهد ماساتشوستس انهم يفصلوا ضوء النجوم البعيدة المسمى الكويزرات، اشباه النجوم، واللي بتكون في قلب الثقوب السوداء فائقة الكتلة في المجرات وبين النجوم التانية المحيطة بالمجرة، وده إنجاز تاريخي كبير وأمر بالغ الصعوبة، وده بيدل على قدرات كبيرة للتلسكوب جيمس واب، بالإضافة لإبداع العلماء دول اللي أفنوا جهد كبير علشان يطلعوا بالنتيجة دي. اخبط اللايك الجميل وواصل معانا قصتنا الجميلة النهاردة في أدغال الفجر الكوني البعيد. في الصورة اللي قدامك دي اللي التقطها تلسكوب جيمس واب هتلاحظ نجوم بتشع كده بشكل عالي، دي نجوم مجرتنا درب التبانة، لكن بعد كده هتلاقي أجرام بشكل بيضاوي باهت، مجرات أول مرة تترصد في كل مجرة منهم مليارات النجوم، وفي كل مجرة واحدة من دول نجوم بعيدة بتشع ضوء، ما نقدرش نميز ضوء كل نجم عن التاني بسبب بعد المسافة الكبيرة وصغر حجم النجم بالنسبة للمسافات البعيدة دي، لكن في استثناء واحد للقاعدة دي، نوع واحد من الأجرام الفلكية شديدة السطوع، تخيل تقدر تشوفها من على بعد مليارات السنين الضوئية، لدرجة إن قوة سطوعها بيتفوق على بقية نجوم المجرة اللي بتكون جواها. في ستينيات القرن اللي فات كان العلماء بيعتقدوا ان الكويزرات الساطعة دي عبارة عن نجوم شديدة السطوع وانها بتنشأ من نقطة واحدة بنشوفها في الرصد، لكن ما طلعتش كده، علشان كده اسم الكويزار جاي من لفظ اشباه النجوم كويزستيلر. لكن بعد كده بسنين قليلة عرفنا ان الكويزرات دي مرتبطة فقط بالثقوب السوداء الكبيرة وانها بتنتج في قرص التراكم اللي بيكون حوالين الثقوب السوداء الكبيرة. الثقب الاسود يا جماعة عبارة عن منطقة جاذبيتها شديدة بتحني نسيج كوني غريب سمى العلماء نسيج الزمكان. لما بينحني النسيج ده المادة والغاز والغبار بيتحرك ناحية المنطقة المثنية ديت بفعل الكتل الكبيرة اللي بتعمل عملية جذب للمواد ناحية الثقب الأسود. المنطقة بتبقى كثيفة جدا، ولما بتتراكم كميات كبيرة من المادة حوالين الثقب الأسود بيحصل سطوع عالي من شدة الطاقة اللي في المنطقة، مشكلة كويزار لامع ساطع من أسطع أجرام الكون. ممكن تشوف حلقة كاملة عن الكويزار اتكلمنا عنه هنا في القناة قبل كده في صندوق الوصف أو هسيبها لك في الآي اللي فوق. لكن الثقب الأسود والكويزار المصاحب في المجرات البعيدة بيكونوا متداخلين مع ضوء بقية النجوم في المجرات هناك. النجوم اللي موجودة في المجرات دي بتكون خافتة جدا مقارنة بضوء الكويزار، بالتالي احنا مش هنعرف نرصدها أو نراقبها أو ندرسها، وكأنك بتشوف اليرقات الصغيرة المضيئة دي واللي بتدور حوالين كشاف عمود نور في الشارع، بس انت بتشوف العمود المنور ده على مسافة كيلومتر تقريبا، يا دوب يظهر ضوء كشاف العمود بالنسبة لك. أما اليرقات صعب جدا انك تشوفها لبعد المسافة وصغر حجمها وقلة سطوعها ونورها مقارنة بكشاف العمود. لكن قدرة تلسكوب جيمس واب على السفر في الزمن الماضي ورصد الأضواء الخافتة البعيدة كانت كبيرة. قدر الفريق البحثي انه يتخطى الحجب الكونية الكثيفة ويوصل للضوء اللي كان مسافر مسافة اكبر من 13 مليار سنة ضوئية علشان يرصد جيمس واب 6 من اقدم الكويزرات الموجودة في الفجر الكوني. الكويزار الواحد بيتفوق سطوعه على مجرة كاملة. الصور اللي فاتت ما كانتش حادة بما يكفي انها تبين وتفصل بين الكويزار والنجوم اللي في المجرة. بيانات جيمس ويب الاخيرة كانت لست كويزارات من خلال انبعاثات الضوء اللي جاي منها في اطوال موجية مختلفة. الفريق البحثي اخذ العينات دي والبيانات دي وعمل برمجية حاسوبية فائقة. قدرت البرمجية دي تحدد مقدار الضوء الصادر من المنطقة، وكان السؤال هل الضوء ده جاي من مصدر نقطي
ومصدر نقطي يعني نجم من النجوم، ولا جاي من مصدر نقطي مضغوط اللي هو قرص التراكم اللي حوالين الثقب الأسود. المصدر النقطي المضغوط هو إشارة لمصدر ضوئي أكثر انتشاراً من مصادر النجوم الفردية المنتشرة حوالين المجرة. الفريق قسم الضوء ده لمصدرين وتمكن من أنه يستنتج كتلة الكويزار لوحده وكتلة النجوم في المجرة لوحدها. كشفت النتائج في النهاية عن مفاجأة متوقعة كلمنا عنها هنا في القناة من فترة في حلقة أيهما جاء أولاً، الثقوب السوداء أم المجرات المبكرة، موجودة دلوقتي في الآية اللي فوق أو في صندوق الوصف. النتائج كشفت أن كتلة الثقب الأسود بالنسبة لمجرته تقريباً 10% من كل كتل النجوم المحيطة به في المجرة، وده عكس كل القياسات اللي بتقارن بين كتل الثقوب السوداء المركزية الكبيرة الموجودة في مراكز المجرات ومجرتها في العصر الحديث زي مجرتنا كده درب التبانة. الثقب الأسود في مركز مجرتنا بيمثل 1 في 1000 من كتلة نجوم المجرة. إزاي الثقوب السوداء دي في الكون المبكر قدرت تجمع الكتل الهائلة دي وبشكل سريع جدا؟ الثقوب السوداء المبكرة دي محاطة بالغموض، وبالتحديد من يوم ما تلسكوب جيمس ويب رصدها من سنة ونص تقريبا، والجدل سائر ما بين العلماء في قصتها وغرابتها. لما تشوف ثقوب سوداء في المليار سنة الأولى بالأحجام دي أكيد هتستغرب. المفروض الثقوب السوداء الكبيرة دي تتكون في مليارات السنين علشان تقدر تجمع الكتل الكبيرة دي، والمفروض الثقوب السوداء فائقة الكتلة دي ما تكونش موجودة في الزمن المبكر ده. أنا كريستينا أيرلز، عضو الفريق البحثي للدراسة وأستاذ مساعد الفيزياء والرياضيات في معهد ماساتشوستس، قالت لصحيفة المعهد إن الثقوب السوداء دي كتلتها ضعف كتلة الشمس مليارات المرات في وقت كان الكون لسه في بدايته، وإن النتائج للأبحاث اللي عملوها وأبحاث سابقة كمان لفرق بحثية تانية بتقول إن ربما الثقوب السوداء فائقة الكتلة ديت اللي هي اسمها سوبر ماسيف بلاك هولز تكون اكتسبت كتلتها الضخمة دي قبل ما تكتسبها المجرات المضيفة ليها، وإن بذور كونية ثقيلة ربما تكون شكلت الثقوب دي فيما يعرف ببذور الثقب الأسود الأولي انشال بلاك هولز سيدز. وده يا جماعة المفروض يعرفنا مين اللي بينمو ويتطور أولا. هل الثقب الأسود بينمو أولا وبعدين تتطور المجرات، ولا المجرة ونجومها بتتشكل وتهيمن على النظام وتشكل بعد كده الثقوب السوداء زي ما كان في كتالوجاتنا القديمة؟ البحث الجديد دليل إضافي مبدئي على أن بذور الثقب الأسود الأولي ممكن تكون أكبر حجما في الفجر الكوني عما كنا نعتقد. لكن إيه الآلية اللي خلت الثقب الأسود يكتسب الكتل الضخمة دي في وقت مبكر من عمر الكون؟ لطالما كان العلماء مفتونين بالثقوب السوداء، أجسام كونية عملاقة بتلتهم في طريقها أي مواد تلاقيها في الكون، لكن في مجموعة محددة ونوع محدد من الثقوب السوداء دي بدأ يشغل العلماء السنين القليلة اللي فاتت وطرح لغز محير أكده تلسكوب جيمس ويب في أرصاده الأخيرة بمجرد انطلاقه. ثقوب سوداء فائقة الكتلة موجودة في الكويزرات البعيدة في الكون المبكر. المنارات الكونية المتوهجة دي شالت في قلبها لغز من أكبر الألغاز دلوقتي. المفتاح في حل اللغز أكيد هيكون في الشيء اللي أنشأ الثقوب السوداء الكبيرة دي، بذر كوني عملاق نشأ منه الثقب الأسود. وأنا ما أقصدش بذرة زي البذر اللي بنزرع بيه النباتات هنا على الأرض، إنما هو تعبير مجازي عن شيء بيكون هو الأساس اللي بتنشأ من خلاله الثقوب السوداء فائقة الكتلة. يعني تخيل إنك عايز تبني ناطحة سحاب من عشرات الأدوار، مش عمارة صغيرة يعني. تخيل ايه الاساس اللي هتقوم عليه ناطحة السحاب دي؟ اكيد شيء ضخم وكبير مقارنة بالعماير الصغيرة اللي احنا ممكن نبنيها. الالية اللي اقترحها العلماء في تكوين البذور الكونية الثقيلة دي هي فرضية الانهيار المباشر Direct Collapse. النموذج اللي بيقول ان بدل ما النجم يتكون الاول ويعيش ملايين السنين وبعدين يتحول لثقب اسود، بدل من ده كله البذر الثقيل بيكون عبارة عن سحابة كونية عملاقة من الغاز والغبار بتنهار وبتشكل مباشرة ثقب أسود، فيما يعرف في علم الفيزياء الفلكية الحديثة بالثقوب السوداء ذات الانهيار المباشر Direct Collapse Black Holes. وده اللي بيختصر وقت كبير في تكون الثقوب دي. لسه هنستنى لغاية ما النجم ينفد وقوده وينهار على نفسه ويشكل ثقب أسود في عملية ممكن تحتاج لمليارات السنين، فهي بتختصر ده لعدد ملايين من السنين.
وبتبتدي كمان تتطور وتنمو وتكبر في زمن أقصر. وعلى الرغم من أنها فرضية، إلا أن علماء الفلك السنة اللي فاتت 2023 أعلنوا عن أول مجرة مرشحة بتحتوي على ثقب أسود نشأ من انهيار مباشر لسحابة كونية عملاقة شكلت البذر الثقيل للثقب الأسود المقترح. بالرغم من كده، احنا مش عارفين ايه أصول الثقب الأسود اللي حينشأ من السحابة دي، ده اللي ممكن يكون مستحيل نعرف ده، على عكس الثقب الأسود النجمي بنكون عارفين ان الثقب ده نشأ من موت النجم الفلاني اللي عرفناه وعرفنا أصوله لأنه كان كتلة واحدة في بعضه كده في الماضي، بذور كونية ضخمة مهيئة للنمو السريع، وده اللي حدد الوتيرة السريعة في تطور الكون المبكر في أرصاد تلسكوب جيمس ويب الأخيرة. في دراسة اتكلمنا عليها في فبراير اللي فات صدرت من جامعة جونز هوبكنز، ركزت الدراسة دي على الدور المحوري اللي عملته الثقوب السوداء في تسريع عملية ولادة النجوم وتكوين المجرات النشطة في الكون المبكر. البحث ده كان بيشير إلى أن الثقوب السوداء والمجرات المبكرة تعايشت مع بعض وأثروا على تطورهم في 100 مليون سنة الأولى من عمر الكون. لكن الدراسة الجديدة اللي بنتكلم عنها النهاردة من فريق معهد ماساتشوستس راحت لأبعد من كده، وقالوا أن الثقوب السوداء الفائقة الكتلة دي هي اللي نشأت في وقت أبكر من المجرات المضيفة. أعتقد أن مجرات مضيفة ما ينفعش نقوله في الحالة دي. المهم، الثقوب السوداء دي نشأت الأول وأثرت في تكوين وتطور المجرات من خلال عملية التغذية المرتدة، واللي من خلالها بتكون الطاقة الكبيرة اللي بيعملها الثقب الأسود في المنطقة اللي حواليه بتأثر في عملية تشكل النجوم في المجرة الوليدة في مسارين حددهم الفريق. المسار الأول خاص بالأفعال النشطة اللي بيعملها الثقب الأسود من إشعاع ورياح بتنشأ من القرص بتاع التراكم اللي هو حوالين الثقب الأسود. انت عارف يا صديقي، لما بتسقط المادة في الثقب الأسود بتنطلق طاقة بتسخن المواد والغاز المجاور لقرص التراكم، وده بيزود من ضغطه ويمنعه من الانهيار علشان يكون نجوم جديدة. بالتالي ده حيؤدي لعملية منخفضة جدا في تكوين النجوم الوليدة الجديدة. لكن المسار الثاني هو اللي يهمنا دلوقتي، ممكن الثقوب السوداء فائقة الضخامة دي تقذف المواد اللي في قرص التراكم واللي في الجوار منه بسرعات عالية جدا من خلال النفسات اللي ممكن تمتد لملايين السنين الضوئية بعيدا عن الثقب الأسود وتبعدها تماما لأطراف المجرة. والمسارين دول بالتحديد هم اللي خلوا الثقب الأسود يتشكل ويتطور قبل المجرة، بحيث ان الثقب الأسود بيأخر مسار تطور المجرة بسبب العمليات الديناميكية الفريدة اللي بيعملها في المنطقة حواليه. عرفنا كده ازاي بقى؟ طبعا من خلال التحليل الطيفي للضوء اللي جاي من العمليات اللي بتحصل هناك. اخذ العلماء بصمات حوالين حركة الغاز الموجودة في قرص التراكم في الثقوب البعيدة دي من خلال خطوط الانبعاث والامتصاص اللي بتشير لعناصر مختلفة وسرعات متباينة ودرجات حرارة متفاوتة. يعني علشان نفهم النقطة دي كويس، لما بنلاقي خطوط الانبعاث بتميل للون الازرق فده معناه غاز بيتحرك بعيد عن الثقب الاسود. الثقب الأسود ده بيطرد الغاز بعيد عنه، أما اللون الأحمر فبيشير لتدفق الغاز في قرص التراكم الخاص بالثقب الأسود. كل ده بيدلل على أن الثقوب السوداء ذات البذر الكوني الثقيل في بداية الكون كان دورها حاسم ومحوري جدا في نمو المجرات المبكرة وتطور الكون المبكر. الكويزرات الستة اللي رصدها تلسكوب جيمس ويب في الثقوب السوداء فائقة الكتلة في الكون المبكر حملت لينا معلومات مهمة عن البيئة الكيميائية للكون المبكر، واللي شملت بصمات لطيف الانبعاث الخاص بعنصري الحديد والمغنيسيوم، واللي بتقول لنا العناصر دي ان هنا يا جماعة منطقة نشطة جدا في تكوين النجوم. البحث الجديد ده مع الابحاث التانية اللي بتدرس الكويزرات المنارات الكونية القديمة في الكون البعيد بيوفر لنا ترتيب مهم للكويزرات عبر مناطق شاسعة في الكون علشان نقدر نرسم خريطة واسعة لبنية الكون. كمان ممكن تساعد في معرفة توزيع المادة المظلمة في الكون ورسم خريطة للشبكة الكونية اللي بتحكم تنظيم الكون وعناقيده المجرية. الدراسة الجديدة أسهمت في أهمية الكويزرات في الثقوب السوداء البعيدة في الكون المبكر، وأهميتها كمان في مساعدة تطور المجرات وتشكيل النجوم من خلال النفسات الضخمة المؤثرة على المحيط من حواليها. تلسكوب جيمس ويب يا جماعة
غير الطريقة اللي بنشوف بها الكون المبكر برمتها، ودنا فرصة اننا نشوف المناطق الباهتة في ابعد زمن في الماضي الصحيح. والدراسة دي مجرد مثال على الكيفية اللي هيخلينا بيها تلسكوب جيمس ويب نشوف الكون ونحاول نسبر اغوار هذه الالغاز الكونية اللي استعصت على فهمنا طوال عقود ودهور مديدة، وبالذات لاغرب جرمين سماويين في الكون، الثقوب السوداء المجنونة والكويزرات، المنارات الكونية البعيدة اللي مش بنشوفها الا في الماضي البعيد. عايز اقول لك كمان في ابحاث جديدة بطلع عليها دلوقتي هتعمل كمان صدمة كبيرة بخصوص الكويزرات. ايه رأيك نتكلم قريب في المايكرو كويزار؟ حاجة عجيبة مش كده؟ كويزرات صغيرة جدا ممكن تكون موجودة وفي مجرتنا درب التبانة. وعلشان تتابع معنا الحلقة لازم بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت بقى لو عجبتك الحلقة تخبط اللايك الجميل اللي بيحفزنا، ولو حابب تدعم فريق القناة فزرار القلب موجود اسفل الفيديو واكيد هنقول لك شكرا. اكتب لنا في التعليقات ايه اللي عجبك في الحلقة، وهل تعتقد ان الثقوب السوداء البدائية نشأت من وجهة نظرك قبل المجرات ولا لا؟ وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد ومتجدد في انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهم سليم، سلام عليكم.